تو انطلق يعني موسم الرمان، القروان راهي تحتل المرتبة الرابعة على المستوى الوطني في إنتاج الرمان. كيف كيف الانطلاق بدا وإن شاء الله تكون صبا طيبة، هي تراجعت شوية على سنة الفارطة لكن يعني تبقى يعني رقم ممتاز يعني على مستوى الجهة. خلينا نزيد نطرح إشكالية أخرى في علاقة بالرمان توا، يعني لدي الخنزير الوحشي اللي تكاثر بشكل مهول، أصبح يتجول ليلا نهارا، يطرق يعني كل السواني. الظاهر أنه يعني كيف الهندي يعني نظر المرض هذا الحشرة اللي قضت على الهندي سبت مشاكل أخرى، أنه الخنزير اللي كان يقتات من الهندي أصبح يبعث عن مواد أخرى مثل كما يقولوا فيها الدلاع والبطيخ والرمان، ويتحكك كسر الزيتون ويهلك القمح. يعني ونظرا للخطورة وللآفة هذه، نحن ندعو أنه تكون ثم حملات وطنية وجهوية للتقليل من الأعداد المهولة للآفة هذه اللي أصبحت يعني هاجس لكل فلاح. بالنسبة لكذلك القوارص، القروان يعني تحتل تقريبا المرتبة الثانية في الإنتاج ومساحات كبيرة يعني في القوارص، كذلك يعني عن قريب يعني مش تنطلق، يعني أعتقد من هنا النص أكتوبر يعني مش تكون صابة، يعني معروفة القروان بالبدري متاعها والبريكوسيتي متاع الإنتاج متاع القوارص. بالإضافة نزيد نقول أنه بالنسبة لصابة الفلفل السناء فما تشكيات وفما إشكاليات تطرحها الفلاحة على نظراً للسعر اللي ما تجاوز 700 مليم، ده من 500 ل 700، وده يراه فيه يعني خسارة كبيرة للفلاح. نشوفه العمناول الفلفل كان معدل السعر متاعه 1400، السناء صارت إشكالية برشا، واتفق المصانع أنه ما يجاوزوش 700 مليم، ولهنا يعني فيه خسارة برشا. يمكن نقول يعني الكلفة متاع هكتار فلفل راهي كبيرة برشا. خليني نذكر لك مشلة فقط يعني ما بين 5 ملايين و 6 ملايين، يعني مشلة فقط بالإضافة إلى الأسمدة والأدوية. وخليني نذكر الأدوية ونقول راهي بالنسبة للسيراتيت هذه الذبابة، وهذه توجيه دعوة إلى كل المتداخلين في الشأن هذايا أن الحشرات يعني أصبحت تهدد المنتجات متاعنا. السيراتيت ولت تضر البردقان وتضر الرمان وتضر المشماش وتضر الخوخ، وأخيرا أصبح الفلفل يعني قبلة السيراتيت، ولا يعني خسارة كبيرة برشا وخمران متاع الفلفل من جراء الحشر هذية اللي ما عادتش لا تترك كما نقولوا فيها حتى شيء، كل ما هو منتوج ولا عرض للحشرة هذية وعدة حشرات أخرى اللي هي الحقيقة ولت هاجس كبير برشا.